تختص بورقة الأستاذ محمود لما تكلم على قضية الشذوذ. بالنسبة لما أشار إليه الأستاذ محمود من الخلاف بين العلماء في الشام هذا أمر معروف، لكن أنا في زعمي والله أعلم أن العلماء اتفقوا في المبدأ قضية اشتراط انتفاء الشذوذ هو فرع عن اشتراط انتفاء العلة. العلماء اتفقوا على أن الحديث لا يكون صحيح إلا إذا انتفى من العلة. لما اشترطوا الشذوذ لأنهم أو نصوا على اشتراط الشذوذ مع أنه تابع للعلة نظرا لأن مفهوم الشذوذ كان مختلف بينهم. المبدأ الذي قام عليه اشتراط انتفاء العلة هو انتفاء أي مؤشر في رواية الراوي يشير إلى وهم عند الراوي. يعني الشروط الأصلية لقبول الرواية هي صدق الراوي وحفظه، أن يكون صادق وأن يكون حافظ. نظرا لطبيعة البشر وعدم السلام من الوهم قالوا بأنه ينبغي أن نشترط شرط آخر ثالث وهو انتفاء العلة، يعني انتفاء أي مؤشر يشير إلى الوهم. لما اختلفوا في الشذوذ اتفقوا في المبدأ لكن المعايير اختلفوا فيها، لذلك أنا أريد أن أصحح ما ذكره الأستاذ محمود قد يوهم أن هناك خلاف جذري في القضية وأن الأمر راجع. بالعكس أنا أعتقد أن الأئمة المتقدمون أئمة العلم الذين اشتغلوا بنقد الأخبار أكثر من غيرهم وهم الأصلاء في هذا الفن مثل الإمام أحمد والبخاري والنسائي وابن المديني والإمام الدارقطني، كل من اشتغلوا أبو زرعة وأبو حاتم، كل هؤلاء متفقون في المبدأ العام. لكن خلاف من خالف في قضية الشذوذ من المتأخرين إنما كان من باب ماذا؟ الخلاف في مؤشر معين، يعني مبدأ متفقوا عليه. لا أريد أن أطيل، ربما حسيت أن الدقيقتين لا تكفي لإيصال فكرة، لكن مذهب الإمام مالك في قضية أن مخالفة الحديث لعام المدينة أنا أعتقد أنه راجع لتطبيق جزئي وليس من باب المخالفة في المبدأ. ينبغي علينا أن نظهر العلم الحديث على أنه مبادئ متفق عليها العلماء وأن الخلاف الناشئ إنما هو في بعض التطبيقات ومنها قضية اشتراط عدم مخالفة الحديث لعمل أهل المدينة كما يقول مثل الأحناف لما عمل به بل وغيره. شكرا. بارك الله فيك. نترك التعليق الدكتور محمود. لا استنى هذا شوي، يمكن في حد مداخل من مداخلات في نفس نعم في سؤال اخر موجه للدكتور محمود. وهو هل الخصوصيه المذهبيه مما يعرف بها الشذوذ، او بمعنى اخر هل يمكن القول ان الخصوصيه المذهبيه من الضوابط التي يحكم بها اهل الحديث بالشذوذ؟ تفضل استاذ محمود. برضو الإجابة دقيقتين، اختصار الإجابة هي كلمتين مختصرة بدون تطويل. بسم الله الرحمن الرحيم، الشكر الجزيل لفضيلة الشيخ محمد الرباح بارك الله فيه. لا شك هو الكلام اللي ذكر حضرته هذا مسلم به، وهذا هو محل النقد. هو النقد هو أنه قد تم تلقي علم مصطلح الحديث تلقيا بصيغة محددة أصبح النظر فيها إلى أنها يجب أن تبقى هكذا، وعلينا أن نظهر أن التطبيق الخلاف جزئي فقط لا غير. ولكن طبعا فضيلة الشيخ أعتقد أنت توافقني، وهذا أعتقد ببحث نقلي يعني بين علم المصطلح وهو أمر نقلي موجود في الكتب. إذا رجعنا إلى شرط عدم الشذوذ نجد تعريف الشذوذ هو مخالفة الثقة من هو أوثق منه، وهنا أغلق الباب أمام مخالفة الثقة القطعي، مخالفة الثقة عمل أهل المدينة، وهو أيضا رؤية أخرى للمالكية في نقد الرواية. وهذا طبعا يرجع إلى الفكرة الأصولية. أعتقد أن هناك الكثيرين اليوم يريدون أن يخرجوا بعلم مصطلح الحديث كمكسب خاص بهم وليس هو منتج أصولي يعبر عن المذاهب الأصولية، والخلاف في المصطلح ينعكس بالاختلاف الأصولي. ومن هنا أعتقد أن لما وضعوا ابن الصلاح وابن حجر هذو كلهم خط شافعي، وهم يعبرون عن ذلك يقول هذا إمامنا الإمام الشافعي رحمة الله عليه، لأنه كان يعبر عن موقف المالكية بعمل أهل المدينة بالمعارضة، وكتابه الأم مليء بنقده
بنقد الشافعي لما لأقوال مالك أو لمناقشات مالك الحديثية المستندة إلى مخالفة عمل أهل المدينة. الإمام الشافعي كان يرفض هذا المبدأ، وأيضا كان يرفض مبدأ الحنفية في عموم البلوى، ويرفض ويسميه استحسانا. ومن هنا المذهب الأصولي للإمام الشافعي هو اللي انعكس في صياغة علم مصطلح الحديث الخاص، اللي هو يصحح بالمراحل الثلاثة: تصحيح الإسنادي والضبط والاتصال وعدم الشذوذ، بمعنى عدم مخالفة الثقة من هو أوثق منه. أما إذا قيل إن هذا الحديث قد خالف، زي مثلا حديث المصراء أو حديث بلوغ الكلب، إذا قيل بأن هذا الحديث فيه مثلا يعارض مفهوم الآية الكريمة مكلبين، هذا اللي قاله الإمام مالك. الإمام الشافعي يرد عليه، يقول لأن هذا دخول بالعقل في مسألة، في مسألة ليس لنا بها شأن، ما دام جاء الحديث يجب إعمال الحديث بظاهره بتمام قوته. الإمام الشافعي في أصوله لا يرى النظر الترجيحي بين عدد من النصوص ومسألة الجمع، فهو يقول بالتخصيص. هذا منهجية أصولية لا أعتقد فيه إشكال لو قبلناها، ولذلك هذا هو الدعوة. أنا في الحقيقة هذا البحث هو مقصود به التعبير، وربما هو التعبير بأن هذا الشرط يجب النظر إلى هذه الخصوصية المذهبية من هذا الشرط، لأني أعتقد فكرة التصحيح الحديثي الآن تأخذ في اتجاه هو استقلال باتباع السنة لمذهب واحد من مذاهب الأمة. يعني مثلا هم، ولذلك خرجت كتب الآن وأنتم تلمسون وتعرفون، وحتى في الإعلام، إن المالكية يجب عليهم أن يتبعوا الراجح، والراجح هو ما أثبته الدليل، والدليل هو هذا التعريف. فأعتقد أن هذا يوقعنا في إشكال، لكن لو قبلنا التنوع يبقى هذا علم المصطلح المعبر عن المذهب الشافعي والحنبلي، وهناك مصطلح آخر بشرط أدق هو يوافق المنهج المالكي في التعبير، بحيث تتناسق الأصول الفقهية مع أصول التحديث، ويستقيم الأمر في القدرة على فهم المخالف. هذه هي وجهة النظر. السؤال الثاني: هل الخصوصية المذهبية مما يحكم به بالشذوذ؟ طبعا لا، السؤال ليس صحيح. ليست الخصوصية المذهبية لها علاقة بهذا الأمر، وإنما هي علاقة الأدلة بعض البعض. الأدلة، العلماء ينظرون للأدلة بأنها هل وصل خبر الواحد إلى الثقة في صدوره من النبي صلى الله عليه وسلم، أم هناك ما يشي بضعف صدوره من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان وقر في نفس العالم مثل مالك أنه يضعف صدوره من النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عن الله سبحانه وتعالى في القرآن أو مخبرا في حديث أقوى منه قد بلغ بشيء آخر مختلف، وهذا الحديث ورد بدون مقوي له في الرواية في الإسناد، بدون يعني زي ما يقولوا قرينة مقوية، ومن هنا يقول بأن ذلك الحديث لا يعمل به ويعمل بالقوة. وهذا إذا لم ندخله في شرط عدم الشذوذ، بأن مالك حكم به لعدم شذوذها. المدرسة الآن، أنا أعتقد إشكاليتنا العصرية أن إحنا العلوم الشرعية الآن أصبح فيها منظور مختلف عن الزمن الماضي. الزمن الماضي لما نقرأ لتدريب الراوي ونقرأ لابن حجر ونقرأ للشروح في إشارة للمذاهب، الآن لا توجد الإشارة للمذاهب. هل يعني ذلك أن تلك المذاهب خالفت الصواب قطعا؟ هذا ما يقوله الطرح الحديثي الآن، وأعتقد هذا يجعلنا أمام تحدي وصراع، وهذا اللي هو جزء من الصراع الفقهي اللي احنا نعانيه. فلنقبل ما قبله السابقون من أول وجودهم من مالك والشافعي وأحمد، وجهابذة الحديث هو مالك أيضا من جهابذة الحديث، عندما يعني كان يعني ينظر بين الأحاديث بمكلبين، ينظر في مثلا في خبر في البيعان بالخيار يقول وليس لهذا حد معلوم عندنا. فهو أيضا من نقاد الحديث ومن أهل النظر في هذا الأمر. فلو اعتبرنا الخلاف بيننا واعتبرنا هذه مدارس متنوعة، ربما يكون الأمر فيه ساعة، والله أعلم. هذا سؤال آخر يعني تقريبا حول نفس الموضوع، يقول: هل فهمت منك بأن هناك فهوم مختلفة حول مصطلح الحديث وانفراد علماء المالكية بشروط خاصة؟ جاوب فيها هذا سؤال آخر للدكتور محمود: هل تحقق شروط الحديث بما فيها انتفاء العلة في حديث ما مسوغ كاف للعمل، مع ما قد يورد عليه من النسخ وعدم العمل وغير ذلك؟ طبعا هذا الاصطلاح، ولذلك أعتقد أن علم مصطلح الحديث لو قدم بنفس أصولي أزيد مما يعطى به الآن. الآن يعطى كمسلمات،
والمدونات الكبيرة مثل السخاوي ومثل ابن حجر بشروحه المختلفة، هو يتناول فقه شروط التحديث. لو درسنا إلى المعاناة التي يعانيها الأئمة لما كتبوا وشرحوا تعريف ابن الصلاح، هم يشيرون هل يريد ابن الصلاح الآن أن شرط عدم الشذوذ هو شرط للصحة؟ هم يقولون إن الحديث قد يكون شاذا وصحيحا، وهذا ما جعل مالك في الموطأ يروي بعض الأحاديث، لأنهم قاعدتهم أن الحديث يصح، لكن الشذوذ يجعل مخالفة ما هو أقوى منه يوقفه عن العمل في خصوص هذه الجزئية. فإذا أمكن إيجاد مقوي للرواية الأحادية، أو كان هناك جزئية أخرى في الحديث ليست لها عليها المعارضة، فتمضي ويعمل بها. فهذه نظرة ترجيحية، فيها نظر مختلف على المنهجية اللي الآن موجودة في علم مصطلح الحديث الشافعي، وهي موجودة في أصول الإمام الشافعي رحمة الله عليه. هي أصول الفقه عند الإمام الشافعي أصول ترتبية، أصول الفقه عند الإمام مالك أصول ترجيحية جماعية، ينظر في الأمر. يعني هو ما تقدرش تقول يأخذ بعمل أهل المدينة في معارض خبر الواحد بإطلاق، وما تقدرش تقول ما يأخذش به بإطلاق. هو يأخذ بعمل أهل المدينة إذا عارض الخبر الذي لا يسد عليه مقوي، وإذا وجد بعض علماء أهل المدينة يقوون موقفهم من رفض هذه الرواية، فعدة مرجحات. ولذلك في بعض الأحيان عمل به كنقد للحديث، وأحيانا لم يأخذ به كنقد إذا لم يتقوى عنده هذا النقد. وبالتالي أنا أعتقد أن في عندنا فرصة للنظر في الاختلاف العلمي اللي يتبنى خلافاتنا الموجودة بيننا الآن، أفضل من أن نجعل خلافاتنا بين صواب وخطأ، نجعلها بين مذهب ومذهب، بين رأي ورأي، وهذا يوثق ما أراده السابقون أكثر من ما هو عليه الآن. أما الآن أنا تحذيري من النفس الموجود الآن بالاستقلال بالصحة الحديثية بمنهج واحد فقط، وهذا يوقع الشقاق أكثر فأكثر بين الأمة. هذا السؤال لعله يصف يعني الواقع الذي ذكرته ويحاول يجعل الأمر أوضح. يقول: باعتبار اتفاق الأصوليين والفقهاء في الجملة على أن العمل بالحديث بالعمل بالدليل يجب عند عدم المعارض الراجح، هل يمكن أن يقال أن مشكلة البحث واقعية وليست علمية، بمعنى أنه لا خلاف بين أهل العلم في تقرير ما قرره الباحث، أم أن المشكلة علمية؟ لا طبعا المشكلة علمية بالفعل. هو نحن الأصل العام متفق عليه مشترك، وهو عدم الشذوذ وعدم الإعلام. لكن المشكلة العلمية وين؟ في أن الجزء المعين أو الجزئية المعينة من التعليل أو العلة المعينة أو الشذوذ المخصوص لا يعترف به عند الإمام الشافعي أنه علة للتحديث. يعني الإمام الشافعي هو يرى أن ما يقوم به مالك مثلا من عرض الحديث على القواعد العامة في الشريعة، أو ما يقوم به أبو حنيفة من عرض الحديث المصرع على ما عليه القياس في التعويض بالمثل، يرى أن هذا استحسان عقلي من أبي حنيفة ويخطئه، فالتخطئة عنده صريحة له. وبالتالي نحن نقول إن حتى لو اخذنا بهذا القول نحن في مذهبنا، لكن هذا لا يعني أن المذهب الآخر هو ملزم بأن يأخذ برأي الشافعي في هذه المسألة. ولذلك اختص الحنفية بأصولهم، واختصوا بقواعدهم الحديثية، واختص المالكية بأصولهم وبقواعدهم الحديثية، مع قبولهم هذه العلوم في الدراسة وفي التلقي تلقيت تلقيا جماعيا، لأن كان النفس الجماعي داخل أهل السنة في بين المذاهب الفقهية نفس موجود ومحترم. يعني كان الشيوخ شافعية وتلاميذ مالكية والعكس، والأحناف يتلقون عن المالكية وغيرهم بدون إشكال. في هذا العصر أصبحت فكرة التصحيح هي إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، إلى المرجع الواحد، بحيث أن يكون إما صحيح وإما غير صحيح. وهذا المنهج هو هذا اللي يضطر القائل إلى أن يقول بالعودة إلى ما افترضه الأئمة في أصولهم، حتى نضبط صيغة العلاقة اللي الآن تفرض علينا فرضا. وهذا الأمر مما اضطررنا إليه اضطرارا، ويضطر إليه الباحثون اضطرارا، لأن المفهوم اللي قاعد يمشي الآن مفهوم غير علمي، ليس منهجيا بأن الصواب واحد ويعين في منهج واحد. لا، هذا غير صحيح. يصرح الأئمة وابن حجر، وأنا عندي الإشارات في البحث خصصتها لقراءتها، يعني كلام ابن حجر لما يشير يقول مثلا: ومرسل مالك صحيح عنده على أتباع على أهل مذهبه أن يقلدوه فيه. أهل ماذا يقلدوه فيه؟ المرسل مالك هذا ما عندناش في مشكلة مع مالك نفسه، لكن غير مالك من أرسل موضوع آخر.
مثلا لما يجي في الشروط تدريب الراوي يجعل خانة بعد ما يكمل الشرح يقول الشروط المختلف فيها، يعني شروط العلماء الآخرين لتصحيح الحديث النبوي للوصول به إلى مرحلة وجوب العمل. فأنت الآن لما نقول لا وصلنا بوجوب العمل إلى مخالفة الثقة إلى من هو أوثق منه في مجرد الرواية الحديثية فقط، لا، مازال هناك أشياء يرفضها علم الحديث ويرفضها علم أصول علم مصطلح الحديث بين قوسين باعتباره شافعيا حنبليا، وعلم أصول الفقه الشافعي يرفضها من المالكية. وأنتم تعرفوا أن أصول الأصوليين لما يجوا في مسألة الخبر الواحد يقولوا هو المالكية يردون بعمل أهل المدينة وهو غير صحيح، يبطلونه ويقولون عن عمل عن مخالفة المالكية خبر رد خبر الواحد بالقياس اللي هو قياس الأصول يبطلونه، وهذا محق لهم لأن هذا مذهبهم. لكن ليس هذا أمرا مطلقا، بحيث أنت إذا جئت للتصحيح لازم تشير كذلك في التحديث أن هذا صحيح على مذهب الشافعية غير معمول به على مذهب المالكية، مخالف لما عليه المعمة به البلوى عند الحنفية، فهم لم يعملوا به بسبب هذه العلة، فتنضبط الأمور والعلاقات. والسبب أن نحن الآن في أعتقد في مرحلة من الشقاق يجب العودة إلى الأصول لتنقيتها. دكتور محمود في دقيقة لو تكرمت، يقول السائل ذكرت أن الشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وهذا التعريف يذكره المحدثون كشرط من شروط ثبوت صحة الحديث، وما ذكرته من أنه يجب النظر في متن الحديث إذا خالف عمل أهل المدينة فهذا من شروط العمل بالحديث لا من شروط صحته، تكرما لو تبين لنا هذا. بدون شك هذا الكلام صحيح. الإشكالية أين؟ هل تعريف الصحيح اللي يذكر فيه أن مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه هذا التعريف للصحة اللي ما زال تعرض على ما هو على ما هو على العلل الخارجية، وهل من العلل الخارجية المعتبرة عندك وتذكرها في كتابك هو المخالفة اللي ذكرها مالك في عمل المدينة والمخالفة اللي ذكرها مالك للقطعي، أم أنك عندما تأتي في أصولك سترد اعتبار هذه المعاني كعلل للحديث؟ هذا هو الإشكال. وبالتالي إذا كان احنا استقرينا على أن مخالفة الثقة من هو أوثق منه تعبر عن الصحة الموجبة للعمل فهذا يعني خلاص اكتفينا، وهذا هو محل البحث. فأعتقد أن الفرق بين الشافعية والحنابلة من جهة والمالكية والحنفية من جهة، وهذا يمكن الختام به، إن اتفق الجميع على أن هذا مسلك للتصحيح. الشافعية والحنابلة يتوقفون وينتهون في التصحيح إلى هذه الشروط تصحيحا موجبا للعمل، إذا ثبت عندهم اتصال السند والعدالة والضبط وعدم مخالفة الحديث ما هو أوثق منه صح إسنادا ووجوب عمل. يزيد عليهم المالكية والحنفية يقولون لا، نحن نرى هذه الصحة لكن صحة ما زال فيها عرض على الأصول والقطعية، لكن إذا ما اعترفناش لم نعترف لهم. وهذا اللي يحدث اليوم في علم التخريج وعلم التصحيح وعلم الإلزام، الآن في علم ينشأ نسميه علم إلزام المذهب المالكي بالعودة عن مسائله للعودة إلى الراجع، هذا لا ينبغي لا يصح، لأن علم التحديث أصلا يبيح يجيز الخلاف التصحيح اللي هو يترتب عليه العمل يجيزه، وهذا نصوص الأئمة. وبالتالي إذا فهمنا الأمور على حقيقتها نرجع إلى ما رجع إليه الأئمة، ما عاش عليه الأئمة، يقولوا هذا مصطلح قام عليه الإمام الشافعي، وهذا مصطلح يسير عليه مالك، وهذا مصطلح يسير عليه أبو حنيفة، وكل من رسول الله ملتمس. إذا صححنا هذا القول يسير الأمر، لكن إذا أردنا أن نصل فقط إلى صحة واحدة فيرجع الأمر إلى البحث العلمي الجديد. وشكرا. السؤال الأخير يقول السائل اعتبار عمل أهل المدينة في مخالفة خبر الآحاد من المسائل التي شذ بها الإمام مالك ولم يوافقه أحد من الأئمة، وللإمام الليث بن سعد رد على الإمام مالك في ذلك، فهل من بيان حول هذا الأمر؟ نعم، هو هذا المسألة لنا مبحث عمل أهل المدينة، هو لو اهتمينا بالدرس المالكي عليه كلام كثير لم ينخل ولم يدقق، فلذلك أعتقد أن الاتجاه لهذا الأمر ما المقصود به عند الإمام. الآن في دراسات كثيرة حول هذا الموضوع، لكن الإمام هو أراد ذلك في مسألة معينة، ولذلك هو كان حتى لما في رسالته إلى الليث واحدة من الأمور قال هذا أرى أن الجميع أحرج عليهم في اتباعه، وفي مرحلة أخرى يقول في مسألة أخرى في نوع آخر مسائل يقول هذا لا أحرج عليه في اتباعه، لأنه هو عنده أكثر من عمل أهل المدينة مش عمل واحد، هذا من المشترك اللفظي اللي الإمام مالك عنده فيه كلام. ولذلك أعتقد أن الإمام مالك مما يتقوى به موقفه
هو أقوال الفقهاء المعتبرين عنده، لأن واحدة من النصوص عند الإمام مالك يقول من تلقينا عنهم من علماء المدينة ممن تلقوا عن الصحابة رضي الله عنهم هم أعلم بما اجتهدوا وما قالوا، فكأنه يشير إلى نوع آخر من المرجحات يمكن أنا لا أقبلها وأضعفها، لكن لا يعني إذا أتيت لي علم المصطلح أن أقول هذا الحديث ضعيف لأنه فيه لا، أصححه لمن صححه وأضعفه على قواعدي. هذا ما ندعو إليه، العودة الخلاف إلى تقرير الاختلاف. وصلى الله على سيدنا محمد.